استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حماد الخليفة قائد الحرس الملكي مساء اليوم اللواء الركن بول نانسون أمير أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية ومجموعة من خريجي الأكاديمية من الدول الشقيقة والصديقة في فندق سوفوتيل. بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حماد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وذلك بمناسبة استضافة قوة الدفاع البحريني لهم. ورحب سمو قائد الحرس الملكي بخريجي أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية، مؤكدا سموه على عراقة أكاديمية ساندهرست العسكرية وما تتطلع به الأكاديمية من دور مميز في إعداد وتأهيل الضباط وتزويدهم بمختلف العلوم والمعارف العسكرية لتواكب كل المستجدات في المجال العسكري الحديث. وبهذه المناسبة قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حماد الخليفة قائد الحرس الملكي مأدبة عشاء في فندق سوفوتيل تكريما لخريجي أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية. حضر اللقاء عدد من أصحاب السمو وضباط وخريجي أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية بقوة دفاع البحرين.